احنا المشهد ده بالنسبه لنا بيبقى طبيعي، ولكن امبارح الحقيقه وانا حتى بتكلم مع دكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي اللي موجود دلوقتي، احنا قال لي كده، احنا النادي الوحيد اللي هتلاقينا دايما بنكون حريصين على تواجد كل الكوادر سواء في موقع المسؤوليه او لا في كل المناسبات. الحقيقه بتشوف الموسم ده والنجاحات وعدد البطولات اللي تحققت ازاي يا استاذ ابراهيم؟ اولا بشوفه انجاز كبير جدا، بس في الاول احب ااكد على كلام الدكتور المحترم محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. لو حضرتك برضه جبت ماتشات وبطولات سابقه هتلاقي دكتور بالعكس محمد من صح اوائل الناس اللي كانت بتحضر صح وكانت موجوده وكانت بتدعم النادي. صح النهارده دكتور محمد موجود وانا بره. احنا اللي انا عايز اقوله وهقوله لحضرتك بمفهوم كره القدم، اتفضل. ان انت وانت بره مش عايز اقول لك انك هتبقى زعلان، انت عامل زي لعيب كره القدم اللي في الفورمه ونفسه يبقى في التشكيل الاساسي، صح لكن لو بقى احتياطي هيبقى بيساند فرقته. فده اللي اتربينا عليه كلنا في النادي الاهلي، سواء لعيبه او اجهزه فنيه او مجلس اداره. حقيقي وعشان كده بتلاقي اللعيب اللي روحه عامله كده وحبه للنادي الاهلي بره وجوه هو اللي بيكمل في الاداره، وهو اللي بيكمل في مع النادي الاهلي، سواء بقى وبيكمل في قلوب الجماهير يا استاذ ابراهيم. في مجالات مختلفه طبعا. ومش عايزين نتكلم على النماذج الاخرى، لكن الحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا. الحمد لله السنه دي غير مسبوقه، فهني جماهير النادي الاهلي عليها، فهني مجلس الاداره عليها وكل الاخوه اعضاء مجلس الاداره، فهني كابتن خالد العوضي طبعا مدير عام النشاط الرياضي في النادي الاهلي لان العاب الصالات عامله موسم كويس قوي. واللي حصل في الطايره بس يمكن هي دي الحاجه الوحيده، لكن ما ننساش ان فرقه الطايره رجال وسيدات هي اعظم انجازات على مر التاريخ في حقيقي العاب الصالات. حقيقي فبيحصل لازم دروب مره والكل جواد كبوه زي ما بيقولوا، وهيقوموا تاني وهيجمعوا وهنرجع. احنا السنه دي ان شاء الله في ثلاثه كاس عالم ثلاثة كاس افريقيه. عالم سلة ويد وكورة. بالظبط، احنا جمهور الاهلي طماع جدا وكان نفسه يبقى أربعة، فبس الحمد لله الحمد لله. احنا الحمد لله. وبمناسبة طمع الجمهور النادي الاهلي ده، انا امبارح كنت خارج مع كابتن فايد عبد الحفيظ، فاول حاجة لما طلعنا من المطار الجمهور قال له ايه؟ ال 12 ال 12 يا يا كابتن، ال 12 يا كابتن. قال لهم طب هي ال 11 لسه سخنة يا جماعة. ايوه لسه سيبونا نفرح شوية. ايوه بس ده عظمة النادي الاهلي، ده حقيقي عظمة جمهور النادي الاهلي، حقيقي وده سبب نجاح النادي الاهلي، وده حافز دايم دايما للولاد اللي بيلعبوا في كاس الكوره. ايوه وعشان كده هتلاقي الفرقه راجعه ومركزه انها السنه دي تستعيد الدوري، وان شاء الله كاس يفضل في مكانه. ايوه موسم غير مسبوق على مستوى النتائج الحمد لله ما شاء الله، ان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. افتتاح مقر التجمع الخامس، ازاي برضو حضرتك شايف هذه النقلة الكبيرة اللي بيعملها في شكل الانشاء، شكل الاقتصادي للنادي الاهلي وخدمة طبعا الجمعية العمومية؟ اولا انا بشوف انها انجاز غير مسبوق. نادي عنده 4 فروع ومش نادي تجاري، انت نادي رياضي، نادي جماهيري، نادي غير هادف للربح، لان المشروعات الخاصه هادفه للربح فبيعمل مقرات صغيره وبيبيع عضويات فيها، لكن انت نادي الاهلي. حقيقي نادي الاهلي لما يبقى متواجد في كل انحاء القاهره في اكتوبر وسط البلد مدينه نصر التجمع الخامس، لا انجاز كبير قوي قوي للنادي الاهلي وحاجه عظيمه ومشرفه. ويمكن انا من خلال برنامجك والمنصه الاعلاميه بتاعتك انا بدعو الناس اللي ما لحقتش تعمل عضويه في النادي الاهلي سواء في التجمع او في اكتوبر انها تلحق، لان احنا في على ما على حسب مناقشتي في زياده كبيره مع اعضاء مجلس الاداره محمود، في زياده كبيره في اسعار العضويات من اول الشهر، اعتقد انها هتزيد عن 60 او 70%، وسعر عضويه النادي الاهلي في المقرات دلوقتي مناسب جدا للناس، واقل يمكن يكون يكاد يكون نصف الاشتراكات لانديه لسه ما افتتحتش في صح نفس المناطق السكنيه. فاللي حابب يبقى عضو في النادي الاهلي دي فرصه كبيره ليه. نعم ودي حاجه كده بس اضافيه. وعموما الحمد لله اعتقد كمان ان في
عند مجلس الاداره خطه للتوسع اكثر باذن الله، مش قادر يعني مش مسموح لي ان انا اتكلم فيها، هم وقت ما يقدروا يتكلموا فيها، لكن اعتقد ان النادي الاهلي هيتواجد في اماكن اكثر على مستوى مصر ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا استاذ ابراهيم على وجودك معانا.